كشفت سماح شويري ابنة الفنانة الممثلة الراحلة أنطوانيت نجيب عن الساعات الأخيرة للفنانة قبل الرحيل، وتحدثت عن بعض التفاصيل التي رافقتها بها في الأشهر الأخيرة. وقالت سماح إن والدتها كانت تواظب على غسيل الكلى مرتين في الأسبوع، ولم تكن تعاني من أي أمراض ثانية، وهي منذ 9 أشهر تتواجد في منزل ابنتها، وخلال الأسبوع الفائت لم تستطع إكمال الجلسة. الله يرحمها، ودي مشاهد من جنازتها اليوم. وأضافت ابنتها أن حالة والدتها قبل الوفاة بيوم كانت جيدة، وكانت سعيدة باجتماع العائلة، لكنها ومنذ 15 يوما استذكرت زوجها الراحل، وقالت يمكن كان قلبها حاسس. أما آخر كلماتها لابنتها صباح الأربعاء وقبل وفاتها فكانت صلي لي. الأربعاء طبعا كان 17/8/2022، اليوم اللي توفت فيه الممثلة السورية القديرة أنطوانيت نجيب. ومن ناحية أخرى، أوضحت سماح أن والدتها أنطوانيت نجيب كانت تحب اجتماع العائلة، وكانت تحب العمل، ولا تتمنى أن تتوقف عنه، ولم يكن هناك ما يضايقها سوى وضعها الصحي. وكانت الفنانة السورية القديرة قد توفيت صباح الأربعاء في منزلها بالعاصمة دمشق، ونعتها نقابة الفنانين السوريين والكثير من النجوم، وهي تعتبر من رواد الدراما ومن رواد السينما في سوريا، حيث تابعت عملها الفني بعد انتسابها للسينما، وقدمت في عام 1973 في المي شقة الحب وامرأة حائرة، وفي عام 1976 شاركت في فيلم الحب الحرام. وقدمت في الدراما التلفزيونية الكثير من الأعمال، منها الخطوات الصعبة والجوارح وكنا أصدقاء والقصاص وإخوة التراب وأيام الغضب وغيرها، ومنها أيضا الفصول الأربعة وغيرهما الكثير. أعلن في دمشق الأربعاء 17 أغسطس 2022 عن وفاة الممثلة السورية البارزة أنطوانيت نجيب الله يرحمها عن عمر ناهز 92 سنة، بعد مسيرة فنية طويلة شاركت خلالها بعشرات المسلسلات والمسرحيات والأفلام. وشهدت منصات السوشيال ميديا جدلا واسع النطاق حول ما هي ديانة أنطوانيت نجيب الحقيقية بين معجبيها، خاصة أولئك الذين اختلفوا على طريقة الترحم على وفاتها لعدم معرفتهم ما إذا كانت مسيحية أم مسلمة، حيث كانت الفنانة الشهيرة أنطوانيت نجيب قيل أنها اعتنقت الشريعة الإسلامية بالفعل خلال السنوات الماضية، لكنها عادت إلى المسيحية من جديد، مما يجعل الديانة المسيحية هي ديانة أنطوانيت نجيب الحقيقية الله يرحمها. ونعت سلاف وخرجي الفنانة السورية أنطوانيت نجيب بكلمات مؤثرة عبر حسابها على الفيسبوك، و أكدت أن الراحلة طالما دعمتها ووقفت بجوارها في عالم الفن. أنطوانيت نجيب قدمت نحو 200 عمل فني وحققت شهرة واسعة سواء في السينما أو الدراما وعلى خشبة المسرح. وكتبت سلاف: بكل الوداعة التي كنت عليها وبكل الحب الذي تمتلكينه للآخرين وليا، كان لي نصيبا جميلا منك في بداياتي وخلال مسيرتي، وكم كنت ممتنة لوجودك في العديد من الأعمال والذي تصرحين به علنا أنه من أجلي. ولا أنسى أبدا عندما طلبت منك تشريفي في مشهد واحد في فيلمي رسائل القرض، فلم تتواني لحظة بل وشكرتيني بجملة تركت أثرا في قلبي، وقلت لي شكرا لك يا ابنتي
فأنا أصولي من الجولان الحبيب، وداعا أيتها الغالية يا ابنة الجولان الحبيب لروحك الرحمة وكل السلام. الله يرحمها، كانت فنانة جميلة وبتحب الكل والكل بيحبها. الله يرحمها. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.